يتوني بأمة ماضيها حاضر وبعنف ونبض كالأمة الإسلامية إلى اليوم، كأن حرب الجمل وصفين والسخيفة حاضرة إلى اليوم، وهي التي تجعل من الشيعي شيعيا ومن الزيدي زيديا ومن السني سنيا إلى آخره إلى آخره. إذن لا مناص، لا مناص، لا مناص من أن نفتح هذه الملفات أيها الإخوة. لماذا؟ نتيجة الفتح بالدراسة الصادقة المتعمقة، مش الاستهبال، اسمحوا لي بهذه العبارة وأنا أعتذر منكم ومن المستمعين، هذا اسمه استهبال واستغفال. كفى كفى، عيب على أمة أن تكذب على نفسها. كذبنا على أنفسنا 1400 سنة، ألم تأتي لحظة المحاسبة لكي نكون لدينا الجراءة والصدق العلمي المنهجي المهني أن نحدق في عين الحقيقة كما نحدق في عين الشمس وإن آلمت؟